بهدف استغلال الفراغ خلال الإجازة الصيفية وتوظيفه بشكل أمثل، قامت إدارة تعليم الفتاة بمكتب التربية والتعليم بتعز برنامج دروس التقوية لطلبة الثانوية العامة. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نعام خالد. تنظم إدارة تعليم الفتاة بمكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز بالتعاون مع جامعة القنات برنامج دروس التقوية لطلبة الثانوية العامة. عبر دروس تستمر 18 يوما يتدرب فيها الطالب على المواد العلمية المقررة، وقد استهدف البرنامج 200 طالب وطالبة من المدينة والريف، وقد زار نقيب المعلمين اليمنيين بتعز عبد العزيز سلطان الطلاب وأشاد بالأعداد الكبيرة التي التحقت بدروس التقوية. نشكركم على أيضا قناة عدن وهي تهتم وتنزل ميدانيا لمتابعة مثل هذه القضايا. هذه هي فرصة لتوظيف الفراغ في الإجازة الصيفية. بناتنا وأولادنا وهم يتواجدون في هذه الفصول وفي هذا المركز من أجل تقوية أوضاعهم العلمية والثقافية، فالمواد العلمية التي بحاجة إليها الطلاب وهي الكيمياء والفيزياء وكذلك الرياضيات، هذه المواد فعلا الطالب بحاجة ماسة إليها كي يخوض إن شاء الله تجربة الثالث الثانوي أو الثانوية العامة، وقد عنده يعني خلفية قوية إن شاء الله تمكنه من أنه يجتاز الثانوية بنجاح. طبعا البرنامج هو دروس تقوية في المواد الأساسية الرياضيات والفيزياء والكيمياء، أيضا المادة المصاحبة اللي هي مادة الثقافة. فجامعة القنات تدعم مثل ما هذه الأنشطة وهذه البرامج التي تؤهل طلاب الثانوية العامة بالذات وبالذات الصف الثالث الثانوي لكي يحصلوا على المراتب العليا في الدراسة ويحصلوا على درجة الامتياز، بل تطمح أنهم يحصلوا على أوائل المحافظة إن شاء الله، إن شاء الله من أوائل الجمهورية. فالبرنامج تقريبا 18 يوم، برنامج متنوع، الإقبال على هذا البرنامج قوي جدا، كان العدد المستهدف 200 لكن الموجودين الآن زاد على 200. طبعا مهمة إدارة تعليم الفتاة هو الحد من تسريب الفتيات من دائرة التعليم، فهي جاهدة تعمل وتبذل جهود أن تمنع الطالب من التسرب، فهي تعمل عملية الأنشطة وإقامة أيضا مخيمات للفتيات حتى تكسبهن إلى التعليم وعدم خروجهم من مرحلة التعليم. فقامت طبعا دائرة تعليم الفتاة هذا البرنامج طبعا برعاية المحافظ نبيل شمسان، وأيضا مكتب التربية والتعليم الممثلة بالأستاذ عبد الواسع شداد، وبدعم من جامعة القنات بأن تنفذ هذا البرنامج. طبعا هذا البرنامج رائع جدا من خلال ما وجدنا من الطالبات، حيث أن هذا البرنامج عدد الطالبات اللي إحنا طبعا تمينا الاتفاق في العدد أن يكون عددهم 200 طالبة أو طالب، فوجدنا أن هذا العدد يتزايد يوما بعد يوم، وهذا دليل على حب وشغف الطالبة وأن بحاجة ماسة إلى هذه المادة. إدارة تعليم الفتاة بمكتب التربية والتعليم حريصة أن يكون هناك وجود وحضور للفتاة في التعليم وعدم تسربها، واليوم هي تقيم دورة أو دروس تقوية لطلاب الثانوية العامة في مواد مهمة. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.